أحبائي طلبة وطالبات سنة خمسة، أهلا وسهلا بكم مع لسن جديد من يونت 2 لسن 5 equal 6. What is the meaning of equal 6؟ نفهم مع بعضنا من خلال الـ example اللي مكتوب دلوقتي. If the set x equal 2, 3 and 7 and the set y equal 7, 3 and 2, what do you notice in those two sets? The two sets have the same elements exactly. يعني جواهم نفس ال elements بالضبط من غير أي اختلاف. So that the set x equal the set y. هنا بقى فهمنا يعني ايه equal sets. ما اقدرش اسمي two sets ان هما equal او اكتر من two sets كمان ان هما equal إلا بشرط واحد بس، لما يكون ليهم نفس الـ elements بالضبط. Note: Do not pay attention to the order of elements in a set. يعني مش مهم الترتيب. نلاحظ في X بدأنا بالـ 2، في Y بدأنا بالـ 7. مش مهم نمشي بترتيب نفس الـ elements يا جماعة. Example: Find the value of A and B. A and 7 equal B and 2. B, 5A and 8 equal B, 9 and 8. C, 3, 6 and A equal 6, 3 and 4. نبدأ نحل مع بعضينا. أول واحدة A، إحنا اتفقنا لازم اللي يكون موجود في الـ first set هو يكون بالظبط موجود في الـ second set. يعني زي ما كان عندي 7 في الأولانية لازم يكون عندي 7 في الثانية. أكيد الـ 7 هي مين؟ مظبوط، هي الـ B. والعكس، زي ما كان عندي 2 في الست الثانية لازم يكون في 2 في الأولانية، يبقى أكيد الـ A هو الـ 2. يبقى A equal 2 B equal 7، لازم يكونوا نفس الـ elements بالظبط في الناحيتين. B عندي 5A and 8 B 9 and 8. طبعا الـ 8 هي الـ 8 خلاص، مش هتهمني، مش هفكر في الـ 8 خالص. عندي هنا 5 و A لازم يكونوا هما الـ B والـ 9. أكيد الـ A هي الـ 9 والـ 5 هي الـ B. A equal 9 B equal 5 عشان يكونوا نفس الـ elements في الناحيتين. C نفس الفكرة بالظبط يا جماعة، 3 6 and A 6 3 and 4. طبعا ال 6 هي ال 6 وال 3 هي ال 3، مفيش غير ال A هو اللي مش موجود. هعرفه ازاي؟ لما ابص في الست التانية 4، يبقى A equal 4. كده عرفنا الحاجة اللي ما كانتش معروفة اللي هي A. Examples: A. If x equals the set of the letters forming the word lab, and y equals the set of the letters forming the word bowl. Is x equal y؟ لو بصيت في الكلمتين دول لازم طبعا اكتب ال x وال y by listing method عشان اعرف ال elements اللي جواها. هيكون مين ال x؟ L, A and B. مين ال Y؟ B, A and L. طبعا مش هكرر ال L يا جماعة، احنا اتفقنا listing method مش بكرر اي element. هلاحظ ان هما نفس ال elements، يبقى طبعا مظبوط. The two sets have the same elements exactly so that X equal Y. طبعا نلاحظ ان ال X capital هي ال y capital، x capital، y capital، عشان دول اسم الست من بره يا جماعه. اي element جوه الست لو كان letter ما بكتبوش capital، لازم يتكتب small. b if
x 2 and 7 equal the set of the digits in the number 2257. Find the value of x. طبعا انا عندي الاولانية اللي فيها الاكس دي مكتوبة بالليستنج ميثود، فاضل النمبر التاني ده افككه او اكتب الست بالليستنج ميثود برضو زي كده. يبقى تتكتب ازاي؟ مظبوط 2 5 and 7. يبقى هو بيقول لي equal sets يعني x 2 and 7 equal 2 5 and 7. هشوف مين الاكس اللي كانت موجودة في الناحية التانية، التو موجودة والسيفن موجودة، فاضل مين اللي ما تكلمناش عنه؟ الفايف. مظبوط، يبقى اكس ايكوال فايف. اكزاكتلي. ثانكس فور جوينينج.